أمريكا تكشف عن الطائرة الأضخم في العالم بوزن يفوق 500,000 رطل. الطائرة العملاقة وزنها أكبر من 40 فيلا. في تطور عالمي جديد، أعلنت شركة ستراتولونش الأمريكية إتمام الاستعدادات لطائرتها العملاقة روك لبدء تنفيذ الاختبارات فرط الصوتية. ووفقا لما نقله موقع أخبار الدفاع المتخصص في الشؤون العسكرية، تبلغ حمولة طائرة روك 500,000 رطل أو ما يفوق وزن 40 فيلا، وهي عبارة عن جسم مزدوج لطائرتين بوينغ 747 متحدتي الجناحين، حيث تمتد المسافة بين طرفي جناحي الطائرة إلى 385 قدما، ما يجعلها الأعرض على مستوى العالم. وتشغل وحدها حظيرة كاملة في منشأة التصنيع والاختبار التابعة لشركة ستراتولونش في ميناء موهافي الجوي والفضائي بولاية كاليفورنيا، وهي من إنتاج شركة سكيلد كومبوسايتس وأنتجت بطلب من شركة ستراتولونش. وفي الوقت الحالي تهيئ الشركة الطائرة روك لطلعة تحمل خلالها طائرتها الأخرى لاختبارات فرط الصوتية تالون أي، وتعني المخلب بالعربية، في موعد يحتمل أن يكون قبل نهاية العام الجاري، في حين من المقرر أن تهبط تالون أي في مياه المحيط الهادئ عند انتهاء اختبارها الأول. وتتطلع الشركة المصنعة إلى إجراء اختبار ثان أوائل العام المقبل تصل خلاله الطائرة إلى سرعة فرط صوتية وتهبط على مدرج أرضي.